مثلث. ألف ب ج، عايزة انقله، هنقله كده. هيبقى ألف شرطة، ب شرطة، ج شرطة. تاني تحويلة هندسية خدناها الانعكاس. الانعكاس زي صورتنا كده واحنا واقفين قدام المراية. يعني لو انا عندي المثلث ألف ب ج، لما يجي ينعكس هينعكس النقطة ج، هيبقى قصادها النقطة ايه؟ ج. والنقطة ب هتبقى هنا، والنقطة ألف هتبقى هنا. مثلث ألف ب ج هيجي يدور، هيلف. هيبقى هنا ألف شرطة، ب شرطة، ج شرطة. كانت الألف هنا لفت بقى. يبقى أنواع التحويلات الهندسية ثلاثة: انتقال، يعني مثلث كان هنا نقل هنا، انعكاس، المثلث كان هنا انعكس كده، يعني ج قصادها ج زيها بس ج شرطه. الدوران، المثلث لف، كانت الالف هنا لفت بقت هنا. طيب الانتقال عشان يحصل في المستوى لازم نعرف حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ مقدار الانتقال، انا هنقل قد ايه، واتجاه الانتقال. هنشوف الكلام ده من أمثلة دلوقتي. طيب أنا قلت الانتقال لازم حاجتين، المقدار والاتجاه. طيب الانتقال لو أنا مثلا هنقل النقطة ألف، عايزة أعرف النقطة ألف كانت هنا هتبقى تتنقل هنا. إيه تعريف الانتقال؟ الانتقال عبارة عن تحويلة هندسية، لأن يعني الانتقال تحت عنوان التحويلات إيه؟ الهندسية. تنقل النقطة ألف في المستوى إلى النقطة ألف شرطة في نفس المستوى، بس هتنقلها بناء على إيه؟ على حاجتين. تنقلها في نفس المستوى بمقدار ثابت وفي اتجاه ثابت. طيب عايزين ناخد امثله
إشارة الكبير واطرح، إشارة الكبير إيه؟ موجب، وهطرح 3 ناقص 4 هيديني إيه؟ 1. يبقى مقدار الانتقال طلع سالب 2 وإيه؟ 1. طيب هنشوف أمثلة بقى على الرسم البياني. أوجد صورة القطع المستقيمة ألف باء حيث ألف سالب 4 و 3 باء 2 و 0 بالانتقال سين زائد 2 وصال ناقص 3. اتفقنا إن على الرسم البياني بنعمل محور الإحداثيات كده، عندي دي سين موجب ودي سين سالب ودي صاد موجب ودي صاد إيه؟ سالب. اتفقنا إن الموجب هنا في السينات الموجبة 1 2 3 4 5 6 7 8 وهكذا، والموجب برضو فوق في صاد الموجبة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وهكذا. اتفقنا ان نخلي بالنا من السالب واحد دي والسالب واحد دي. سالب واحد شايفين كاتبينها ازاي؟ اوعى ننسى سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاتة، سالب اربعة، سالب خمسة، سالب ستة، سالب سبعة، سالب تمانية. سالب واحد تحتيه على طول، ما نسيبش ده، سيبنا ده الرسمة كلها غلط. سالب واحد ما سيبناش اي حاجة، سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاتة، سالب اربعة، سالب خمسة، سالب ستة، سالب سبعة، سالب تمانية وهكذا. طيب عايزين نرسم الف سالب اربعة وتلاتة. سالب اربعة فين؟ في السينات، ادور على سالب اربعة في السينات اهو. طيب وهطلع لحد مين؟ في الصادات تلاتة، ادي السالب اربعة وهطلع لحد تلاتة، دي هتبقى اسمها النقطة ألف. طيب عايز ارسم النقطة باء في السينات كام؟ اتنين، ادي اتنين سينات وكام صادات؟ صفر، يعني مش هطلع، هتبقى على المحور اهي، دي النقطة باء. هبدأ اوصل النقطة ألف بالنقطة باء. نسيب مساحة لسن القلم زي ما شفنا واحنا بنرسم. طيب انا عايز اعمل انتقال للنقطة دي. طيب هي الف بكام؟ اتفقنا ان الف بسالب اربعة وهي تلاتة. طيب انا هعمل انتقال ايه؟ موجب اتنين في السينات وسالب تلاتة في الصادات، هتديني النقطة الف شرطة. سالب اربعة موجب اتنين اشارة الكبير سالب، وهطرح اربعة ناقص اتنين اتنين، تلاتة ناقص تلاتة هيديني ايه؟ صفر. طيب باء اتنين وصفر، اتفقنا هنعمل موجب اتنين في محور السينات وسالب تلاتة في محور الصادات. طيب عايزين بقى شرطة، اتنين زائد اتنين اربعة، صفر ناقص تلاتة سالب تلاتة. طب عايزين نرسم النقطتين دول، النقطة ألف شرطة سالب اتنين سينات وصفر صادات، سالب اتنين سينات ومش هطلع صفر صادات، وهسميها ألف شرطة. بقى شرطة أربعة سينات سالب تلاتة صادات، أربعة سينات وانزل لسالب تلاتة صادات، وهسميها باء شرطة. وهوصل النقطة ألف شرطة من نقطة باء شرطة، وندي مساحة لسن القلم عشان ايه؟ رسمتنا تطلع مظبوطة. طيب مثال كمان، في مستوى الإحداثيات ارسم المستطيل ألف باء جيم دال حيث ألف أربعة وتلاتة، باء أربعة وواحد، جيم واحد وواحد، دال واحد وتلاتة، ثم أوجد صورة المستطيل بالانتقال سالب اتنين وسالب تلاتة. طيب هنرسم الأول المستطيل، ألف أربعة سينات وتلاتة صادات، أربعة سينات ونطلع لحد التلاتة صادات، دي اسمها ألف. باء أربعة وواحد، أربعة سينات واحد صادات، أربعة سينات واحد صادات، اسمها باء. جيم واحد واحد، واحد سينات واحد صادات، واحد سينات واحد صادات، جيم. دال واحد وتلاتة، واحد سينات تلاتة صادات، هسميها دال. هبدأ أوصل المستطيل الألف بالباء، الباء بالجيم، الجيم بالدال، الدال بالألف.
طيب عايزه اجيب بقى الانتقال بتاع كل نقطه. احنا اتفقنا ان الالف بكام وكام؟ 4 و3، والباء 4 و1، والجيم 1 و1، والدال 1 و3. طب مقدار الانتقال قد ايه؟ سالب 2 سينات سالب 3 صادات. سالب 2 سينات سالب 3 صادات لكل نقطة، سالب 2 سينات وسالب 3 صادات. هبدأ أجيب الألف شرطة. 4 ناقص 2 2، و3 ناقص 3 0. طب باء شرطة. 4 ناقص 2 2، 1 ناقص 3 شرط كبير واطرح، شرط كبير سالب 2، 1 ناقص 2 إشارة الكبير واطرح هتبقى سالب 1، 1 ناقص 3 إشارة الكبير واطرح سالب 2. ده الشرطة. 1 ناقص 2 إشارة الكبير سالب واطرح 1. 3 ناقص 3 0. هبدأ أرسم ده. هرسم أ شرطة 2 سينات وصفر صادات. 2 سينات ومش هطلع هتبقى اسمها أ شرطة. ب 2 سينات وسالب 2 صادات. 2 سينات وانزل لسالب 2 صادات وهسميها بقى شرطة. ج شرطة سالب 1 سينات سالب 2 صادات. سالب 1 سينات وانزل لسالب 2 صادات. ج شرطة. ده الشرطة. سالب 1 سينات صفر صادات. سالب 1 سينات ومش هطلع هسميها ده الشرطة. هبدأ أوصل الألف شرطة بالباء شرطة ومنساش أدي مساحة لسن القلم عشان يبقى على الخط مظبوط الرسمة بتاعتي. وصل بقى شرطة بجيم شرطة، جيم شرطة بدال شرطة، وطبعا ألف شرطة دال شرطة متوصلين بإيه؟ ببعض. آخر مثال معانا في مستوى الإحداثيات. ارسم المثلث ألف باء جيم فيه ألف خمسة وسالب واحد، باء اتنين واحد، جيم واحد وسالب اتنين. طيب نرسم الألف خمسة سينات وسالب واحد صادات. خمسة سينات وانزل لسالب واحد صادات وهسميها ألف. باء اتنين سينات واحد صادات. اتنين سينات واطلع لواحد الصادات وهسميها باء. جيم واحد سينات وسالب اتنين صادات. واحد سينات وانزل لسالب اتنين صادات واسميها جيم. هبدأ اوصل المثلث بتاعي الالف بالباء وادي مساحة لسن القلم. الباء بالجيم، الجيم بالالف. طيب عايزين نوجد صورة المثلث بالانتقال. السينات سالب 4 والصادات 2. طيب هي النقطة أ كانت بكام؟ 5 وسالب 1. طب النقطة ب 2 و1. طب النقطة ج 1 وسالب 2. الانتقال سالب 4 سينات موجب 2 صادات. هنا سالب 4 سينات موجب 2 صادات. سالب 4 سينات موجب 2 صادات. هبدأ أجيب الألف شرطة. 5 ناقص 4 1. سالب 1 وموجب 2 هيديني موجب 1. باء شرطة. 2 ناقص 4 الشرط الكبير سالب واطرح. 2 ناقص 4 2 يبقى سالب الشرط الكبير 2. واحد زائد اتنين تلاتة. جيم شرطة. واحد ناقص أربعة شرط الكبير سالب واطرح واحد من أربعة تلاتة. سالب اتنين وموجب اتنين عدده معكوسه يديني صفر. طيب أبدأ أرسم بقى. ألف شرطة واحد سينات واحد صادات. واحد سينات واطلع واحد صادات وهسميها ألف شرطة. باء شرطة سالب اتنين سينات وتلاتة صادات. سالب 2 سينات واطلع للتلاتة صادات. باء شرطة.
جيم شرطة سالب تلاتة سينات وصفر، يعني سالب تلاتة ومطلعش، دي جيم شرطة. هبدأ أوصل الألف شرطة بالباء شرطة، الباء شرطة بجيم شرطة، الجيم شرطة بالباء شرطة، بالألف شرطة. كده خلصنا درس النهاردة سنة ستة، ياريت نحل درس الانتقال في الكتاب المدرسي.